سلام المسيح معكم أحبائي مشاهدي فضائية نورسات وتلفزيون تيلوميير ومتابعي صفحة نورسات جوردان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. نصحبكم في حلقة جديدة من صباحكم نور، وعنوان حلقتنا لهذا الأسبوع الدعوات الرهبانية والأبرشية في الكنيسة المقدسة. ومعنا هنا لنقاش الموضوع ضيفة عزيزة على نورسات، دعوة رهبانية شابة خرجت من بيت طيب مصلي أعرفه حق المعرفة الشخصية لتنضم إلى حديقة سيدة الوردية، زهرة لا تذبل فيها نعمة الروح القدس التي تختار فعلة للحصاد الوفير. نرحب وإياكم بالأخت هنادي جوري من الراهبات الوردية. صباحكم نور مساء. صباح الورد أبونا، وصباح الخير للجميع، وسلام المسيح يكون مع الكل يا رب هذا النهار المبارك. آمين يا رب. هذا وسوف يكون معنا في اتصال هاتفي الأرشمندريت جورج حداد، مسؤول الدعوات الأبرشية في أبرشية بترا وفيلادلفيا الروم الكاثوليك في الأردن. كل الهلا أبونا بولس. أيضا كما يجب التنويه بأن صاحبة فكرة وإعداد هذا البرنامج الدكتورة باسمة السمعان تغيبت اليوم بسبب ظروف العمل، نصلي أن يوفقها الله في مسعاها. وأيضا نصلي لقدس الأب فرح حجازين ونشكر الله أنه بصحة وعافية بعد إجراء بعض الفحوصات المطمئنة. سلامتك أبونا، بالعادة بيكون أبونا فرح دائما معنا على اتصال هاتفي بيعطينا عن الموضوع النبذي اللي بكون أنا وحضرته حضرنا مع بعضنا البعض. نعود إلى الضيف المعزبة في نورسات اليوم الأخت هنادي. بداية عن دعوات رهبانية، بعض الناس بيعتقدوا أنه تلبية الدعوة بتيجي مسير نتيجة سماع صوت داخلي، أو في ناس بيفكر بحلم مثلا أو رؤية بتصير معه. في ناس دائما بتربط الميتافيزيك الحوادث الفوق الطبيعة مع دعواتنا، خصوصا دعوات الرهبانية والكهنوت، انه قديش الانسان بده يتخلى وقديش الانسان بده يترك بيته. يعني في التخلي هي فكره رئيسيه في موضوع الدعوه. فبالتالي حضرتك شو صار معك؟ ليش رحتي هناك؟ بدايه ابونا اسمح لي اصبح على كل المشاهدين واعايدهم. قبل فتره كان عيد الورديه اكيد بسبعة الشهر، ف بعيد الجميع ببركة الوردية، سيدة الوردية ترافقهم وتكون معهم وتشفي المرضى منهم. أمين. وبوجه تحية خاصة لرهبنتي، رهبنة الوردية، اللي هي رسالة وهي شهادة في هذا المجتمع لسلطانة الوردية. واسمح لي كمان أبدأ بنص إنجيلي طبعا. أدخل فيه بالسؤال اللي حضرتك سألتني عنه. بليز. حابة أقرأ من إنجيل متى دعوة الشاب الغني. وإذا برجل يدنو فيقول له: يا معلم، ماذا أعمل من صالح لأنال الحياة الأبدية؟ فقال له: لماذا تسألني عن الصالح؟ إنما الصالح واحد، فإذا أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. قال له: أي وصايا؟ فقال يسوع: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك، وأحبب قريبك حبك لنفسك. قال له الشاب: هذا كله قد حفظته، فماذا ينقصني؟ قال له يسوع: إذا أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أموالك وأعطها الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعالى فاتبعني. كلام الرب. آمين. الشكر لله. شكر لله. بداية أبونا زي ما حضرتك تفضلت، الدعوة هي نداء، ونداء محب من الله المحب، وما على الشخص إلا هو يتجاوب مع هاي الدعوة. طبعا الأساليب أو الطرق مختلفة ومتنوعة حسب الشخص. في زي ما حضرتك حكيت، في أساليب مرات بتكون واضحة مباشرة، وفي أساليب بتكون ناتجة عن علامات ثانوية أو علامات هيك غير مباشرة ممكن الشخص يتلبى لإلها. بداية الحياة الرهبانية هي مش موجودة كلفظ بالإنجيل، ولكن هي اتباع ونهج المسيح بحد ذاته، المسيح اللي كان فقير، المسيح اللي كان مطيع، والمسيح اللي كان عفيف، واللي هو دعا التلاميذ زي ما احنا كمان شفنا بدعوة الشاب الغني. المسيح كان دائما يردد آية: تعال فاتبعني، اترك كل شيء واتبعني، احمل صليبك واتبعني، من أراد أن يكون كاملا فليحمل صليبه ويتبعني. هاي الدعوة دائما نشوفها مع الرسل،
منشوف كمان عاشها يوحنا المعمدان في البرية. فإذا الحياة الرهبانية هي حياة على نهج وعلى خطى يسوع المسيح الفقير والوديع والعفيف زي ما حكيت قبل شوي. بيضل إنه الشخص اللي بيلبي هاي الدعوة لابد إنه يكون في عنده علاقة حميمة مع الله عشان يقدر يسمع هذا النداء، علشان يقدر يلبي هاي الدعوة ويقدر يكون مع الله ويقدر يسمع صوته. فبالأساس الدعوة هي علاقة محبة مع الله بقرر الشخص إنه يتجاوب فيها مع نداء الله اللي بيدعوه إنه يترك كل إشي من أجل حب وخير أسمى اللي هو التكرس لله. جميل جميل كلام مسير. يعني اليوم على أثير النورسات حول العالم الكل عم بسمعك مسير الآن، لكل فتاة عم تسمعك بإصغاء، لكل فتاة حاسة بكلامك أنه حضرتك عم بتوجه لإلها رسالة. شو ممكن نحكي لبنت اليوم أمام شاشة نورسات تسمع بكلامك وحاسة تعمل خطوة لقدام، بس مستنية هذا المسج، مستنية هاي اللحظة اللي حضرتك حكيتي وسمعته، شو ممكن نحكي لها؟ هلأ طبعا الحياة الرهبانية لا تخلو من الصعوبات، يعني زي كل حياة، حياة الزوجية، الحياة العملية، كل حياة فيها صعوبة. وللأسف إحنا في مجتمعات اليوم في كتير تحديات وفي كتير إغراءات بتخلي الشاب أو الفتاة ما يلجأ لهاي الحياة اللي هي زي ما حكاها المسيح الباب الضيق يمكن. ولكن المحب مستعد إنه يضحي، والمستعد إنه يكون كل إشي فاني من أجل الربح الأعظم زي ما حكى القديس بولس اللي هو ربح المسيح. فأنا بشجع كل فتاة وبشجع الأهل إنه يشجعوا أبنائهم لأجل هاي الحياة، الحياة اللي هي فيها إحنا نتكرس للحب الأعظم. كل إشي جميل في الحياة، الله خلقه جميل، كل إشي فيه رسالة حب في الحياة، ولكن الأجمل إنه إحنا نتخلى عن كل هذا المحب والجميل من أجل الربح الأعظم اللي هو محبة المسيح. نعم صحيح مسير. يعني النص الإنجيل اللي حضرتك ألقيتيه على مسامعنا اليوم نتأمل فيه، يعني بحب أتوقف عند عظة قداسة البابا يوم الأحد، كانت عن نفس الإنجيل، وحكى قداسة البابا أنه قسم النص لثلاثة مراحل أساسية: اللقاء، ثم الإصغاء، ثم التمييز. التمييز هاي بنحط عليها ثلاث خطوط. نعم. اللي هي يعني نشوف الروح القدس شو بده منا، وأحيانا كثير بحكيها دائما بعظاتي وبحكيها للرعية إنه ما تسكر الباب بوجه الروح القدس، خليك لين، خليك صلصال، خليك طيني. يعني لما يسكب فينا النعمة، يعني إحنا كمكرسين إحنا عبارة عن إناء هو بيسكب فيه النعمة، مش أنا اللي بحكي فيه، حتى كلامنا اليوم، حتى يعني أنا لا أؤمن بالصدفة بحياة المكرس وبحياة خدمتنا، ما في إشي اسمه صدفة، في مخطط عناية الله تعالى في حياة كل واحد فينا. قديش بتنسكب هالنعمة فينا، قديش بطلع منا كلام طيب، قديش بتكون ابتسامتنا تجذب الناس، مش لإلنا، للي احنا عم نحكي حدث وقصته اللي هو شخص يسوع المسيح. المسيحية ما انسكبت في إناء دين واحد كأنها هي مفهوم الدين. اليهود كان عندهم تنظيمهم قوانينهم، المسيحية هي حياة شخص يسوع المسيح، والإنجيل كله يدور عند هذا، عند هذا الحدث. يسوع دائما كان يمشي على الطريق، وين لقى الشاب الغني؟ على الطريق، كان في موعد وكان في لقاء تم على هذا الموعد بعناية الله تعالى. أصغى يسوع بكل تمعن لكل كلمة حكاها الشاب وأحبه، نظر إليه وأحبه، أحب إنه زلمة عفيف محافظ على الوصايا العشرة، أحب طاعته. ولكن يسوع بسابق علمه حس إنه في نقطة تنقصه لهذا التخلي. وبحياتنا الروحية خصوصا من المكرسين منتعلم شغلة التخلي، خصوصا بالتنقلات. يعني هاي أنا بحسها أكبر مشكلة وعقبة تواجه كاهن أو راهبة خدم 5-6 سنين في مكان وحط كل دمه زي ما بيحكوا، كل تعبه وكل إنجازاته فيه، بكل سهولة بده يتخلى عنه ويجي لمكان يمكن يكون من الصفر يبلش ولا كأنه عمل إشي. فطبيعة البشرية هون بدها تتعود على الطبيعة الإلهية اللي بنعمل مسكوبة فينا. مسير بحب الناس يعرفوا دائما عن الراهبة إنه إيش النذور الابتداء وقديش سنية، يعني إذا في شخص مثلا بهمه هالمعلومة هي قديش تأخذ سنة. إذا اليوم إجت فتاة لا عند مسؤول الدعوات عندكم حكت إنها هي بدها تفوت بهذا المجال، تعمل ابتداء أول شيء صح؟ نعم. أعزائي المشاهدين، الدكتورة باسمة معنا على الهواء،
جاهز الاتصال. صباحك نور دكتورتنا. صباحكم نور أبونا، كيف حالك؟ مبسوطين بسماع صوتك، شو هالمفاجأة الحلوة؟ الله يسعدك يا أبونا، يعني حتى لو أني مش موجودة يعني بالبلد بس الروح يجمعنا هللويا. بتابع أخبار النورزات. الله يقويك ترجعينا بالسلامة. يسعد صباحك. الله يسلمك. صباحك نور المسير، وشاكرين وجودك معنا بهالبرنامج الصباحي خاصة للتكلم عن الدعوات الرهبانية. الله يسعدك وربنا يكون معك ويقويك ويبارك حياتك، وهاي يعني رسالتنا وخدمتنا تسلم. نكون شهادة وننقل هاي البشرة للآخرين، هذا فخر لإلنا. الله يخليك مسير ويقويكم انتو كمان، وكل عام انتو بخير بمناسبة كمان عيد الرهبنة الوردية. وانت بألف خير يا رب، الله يسعدك. طبعا هذا الرهبنة انا عزيزة علي، رهبنة الوردية، وخاصة كمان عند تقديس ماري ألفونسين، يعني قد ما كان في إلهامات من القديسة ماري عملنا هالمزار بالسلط، مدينة السلط للقديسة تحت كنيسة دير اللاتين. اللي بتمنى كل رهبنة الوردية أظن تزوروها، بصر إذا أنت زرتيها ولا لا، زرت المزار؟ نعم زرته أكيد يعني يا دكتورة. يعني هذه هلا سر هنادي بتقول انه عم تعمل دعايه لهالمزار، بس لا واجب علينا. بالعكس ليش لا اصلا نعرف على المزار، يعني خاصه كمان السلط صارت بمواقع التراث العالمي. نعم نعم نعم، ودخل المزار من ضمن الخارطه السياحيه لمدينه السلط هي والكنيسه. ما شاء الله انجاز عظيم. يعني كمان العلمانيين مدعوين، يعني كل معمد مدعو فيها، وانت حضرتك دكتورة صاحب الدعوة كمان. صح. هذا اللي بدي اوصل له، خاصة مع رسالة قداسة البابا اللي اعلنها امبارح ابونا، كنا نتناقش فيها انا وياك. مزبوط. على موضوع الانسان، اي انسان مدعو، اي انسان مدعو حتى راح يصير هيك، عم بتطلع البابا لتغييرات في الكنيسة الكاثوليكية بخصوص الدعوات، انه يدعو الجميع انهم يكون هو مدعو يحمل كمان رسالة مع الكليروس. فالدعوات الرهبانية نحن بحاجة بس لرهبانيات انها تقود المسيرة والناس تتبعها. يعني مثلا العلمانيين لما بيكون عندهم دعوات بحسب مواهبهم المعينة، فهن بحاجة لإرشاد طبعا، لازم يكون هناك معلمين. فالمعلمين من الدعوات الرهبانية من الراهبات، من الرهبان، من الكهنة كمان، بس بحاجة لهذه القيادة. لكن الجميع مدعو إنه يخدم كنيسة ربنا من خلال المعمودية اللي بياخدها. صحيح. فما يكون مركن بس على إنه رهبانيات أو كهنة المسؤولين ونحن بس فقط متفرجين. فلأنه صار الحمل كتير تقيل على الرهبانيات، خاصة مع شح العدد اللي عم بيوصل حاليا. صحيح. يعني مو الكل، يعني تشجيع الرهبانات، يعني العائلات بطلت زي زمان مثلا تشجع أبنائها، خاصة مثلا لما بكون في أبناء عندهم دعوة ومن سن صغير وهن بيلاحظوا هذا الشيء. إن شاء الله يا ربي هالحلقة هذه إنها تعطي صورة واضحة عن موضوع الدعوات الرهبانية، ومع سيستر كمان هنادي إنها تقدر تعطي عنها الروحانية الحلوة، تشجع هالناس هالصبايا وهالشباب كمان اللي عندهم دعوات ما يخافوا إنهم يعلنوا دعوتهم ويمشوا بحق للرب مثل ما حكت سيستر هنادي. الله يعني يحميها ويكون معها ويكون مع كل رهبنات الموجودة في الأردن اللي بتخدم هذا الوطن كمان، وبتخدم كمان رهبانيات الأخرى بالعالم، خاصة كمان بالأراضي المقدسة، وأيضا الرهبانيات اللي بالأماكن اللي بتكون شوية فيها مشاكل أو حروب، أو نلاحظ أنه الرهبانيات هي الملاذ وهي البسمة الحلوة بالرغم من كل صعوبات الحياة اللي بتعطي الأمل والرجاء والثقة بربنا بحل الأمور. ربنا يبارككم أبونا بهالحلقة، وشكرا لمستر هنادي اللي إجت على هاي الحلقة، وشكرا لإلك أبونا
لمرافقتك في هذه الحلقة. ربنا يقويكم فريق النور ساد كمان لبنان والأردن. شكرا لإلهم ويعطيكم العافية. حبيت أصبح عليكم أبونا. تسلمي، صباحك نور دكتورة، وشكرا للإطلالة، سمعنا صوتك. تسلمي. الله يحميك، يسوع يكون معك بالسلام يا رب. الله يحميك بالسلامة. الله معكم. باي باي. الله يخليك بالسلامة. الله معك. باي باي. مسير، كنا بنحكي قبل اتصال الدكتورة اللي عن جد مفاجأة حلوة سمعتنا صوتها. كنا بنحكي على انه الابتداء كيف بيكون، وين هل فلسطين او بالاردن، وايش هي المراحل الاعدادية لتجهيز الرهبة. تمام. هلا بالبداية الحياة الرهبانية على اختلاف المؤسسات الرهبانية فيها ثوابت، من ثوابتها اللي هي النذور، الفقر والعفة والطاعة، الحياة الجماعية وقوانين كل رهبنة. طبعا هذا الإشي بنشوفه عمليا حسب الرسالة أو الكاريزما اللي بتقوم فيها المؤسسة الرهبانية. وهنا بنحكي عن إنه الحياة المكرسة هي عائلتين كبيرات، العائلة الكرملية والعائلة الإرسالية. في الحياة المكرسة نحن عم نحكي عن المجال الرهباني، طبعا أكيد في سر الكهنوت، وأكيد في المكرسين العلمانيين زي ما حكت الدكتورة. ولكن بالشق الحياة الرهبانية في العائلة الكرملية والعائلة الرسولية، وإحنا جزء من العائلة الرسولية المرسلة في وسط العالم، واللي بنشتغل مع الإكليروس ومع العلمانيين بالبشارة وبالرسالة ضمن خضم المجتمع اللي إحنا فيه وخدمة الكنيسة. هلأ الابتداء حسب كل مؤسسة رهبانية بيختلف، ولكن نفس الإشي فيه ثوابت محددة. بالبداية قبل ما يكون في مرحلة الابتداء لازم نحكي عن إشي اسمه التمييز، زي ما حضرتك وتفضلت من رسالة البابا. بيكون في تمييز الشخص وتمييز الدعوة. تمييز الشخص لازم يكون أولاً بالصحة النفسية لدخوله لهاي الحياة، والجسدية وطبعاً نحكي العقلية أكيد. ودي يكون في صحة بالعلاقات. وهنا منركز إنه الحياة الرهبانية هي ليست هروب، ليست إذا أن الواحد ما بيعرف يعمل علاقة أو ما بيقدر يتعامل مع المجتمع، أو مرات للأسف بيكون في أشخاص مش قادرين ينجحوا بهذا الإشي فبيلجأوا للحياة الرهبانية. لا، الحياة الرهبانية هي مش ملجأ هروب، وإنما هي رسالة حب إحنا عم نلبيها من أجل المجتمع. فلازم أول شيء نميز الشخص إذا هو عنده هاي الصحة النفسية والعقلية والجسدية، والأكيد الصحة في التعامل مع المجتمع والعلاقات. بعدين بيجي على نقطة تمييز الدعوة. تمييز الدعوة بأساسها بتاع حياة روحية، لأنه زي ما حكينا الدعوة هي نداء متجاوب مع الله. فأنا ما بقدر أجاوب الله إذا أنا ما عندي علاقة مع الله، ما بقدر أمشي بهاي الدعوة إذا أنا مثلا ما بصلي، ما عندي أبسط الأساسات في علاقتنا مع الله. وهنا ببلش الشخص مع الرهبات في الرعية أو الرهبات المسؤولات عن الدعوات، وخصوصا هون بنحكي عن في لقاءات الدعوات الخاصة اللي فيها ببلش الشخص بيطرحوا هل في أشخاص بحسوا عندهم ميل، عندهم رغبة لهاي الحياة، لهذا النمط من الحياة، للتكرس لله، ترك كل إشي والدخول في الحياة الرهبانية. بس نشوف ميل الشخص ورغبته، منبلش في المتابعة، المرافقة مع هذا الشخص، نتأكد من علاقته مع الله، نتأكد من حياته الروحية، من حياته مع المجتمع، من نجاحه في الحياة. بعد كل هاي الخطوات بنبلش نشوف بعد الروحي الأعمق في صلاته، في تكرسه، في قراءته للإنجيل، هل هاي الأشياء موجودة في حياته؟ بعد كل هاي الخطوات طبعا بعد ما لازم يكون قاطع المرحلة الدراسية. هاي كنت أسألك أقاطعك هي كحالك طلعت سبحان الله. نعم أكيد، يعني ما بنقبل تحت سن 18، لازم على الأقل يكون وناجح توجيهي ولا مو شرط؟ هلا احنا يعني ما راح نوقف قدام دعوة ربنا، لأنه في بالآخر قدرات، ولكن يعني على الأقل يكون في نسبة نجاح، لأنه راح نحكي هلا بالتنشئة الرهبانية في دراسة. فأكيد لازم يكون الواحد عنده القدرة إنه يتعلم ويدرس حتى يقدر يطلع يواجه المجتمع ويكون عنده العلم. مسير، نقدر ناخذ بس اللي هلا بيتابعونا. أم عادل النمري، صباح النور دكتورة، صباح الخير مسير، صباحكم نور وألف سلامة عليك أبونا فرح، وأهلا وسهلا بالسيستر هنادي، ربنا يبارك حياتكم. يولا حتر، يسعد صباحكم بكل خير. خلدون نادر، الله يقويك يا سيستر. صباح الخير، صباح الخير مسير. ماتيلدا سمردلي، بتصبح عليك يسير هنادي، ربنا يحميك. صباح الورد. يفون حتر،
صباحكم مبارك يا رب، يسعد صباحك أم فادي صديقة البرنامج الدائمة. نادية توماس، صباح الخير، اسم بلغة مش عارف شو هي. بعدين ميرفت خضر، بحبح، صلي. فريدة يعقوب، ريما حتر، يعني مش راح نقدر نلحق على الكل، بس اللي بنقدر نصبح عليهم نصبح عليهم. صباح الورد للجميع وإن شاء الله نهاركم مبارك. ريناتا قاقيش، أحمد شرايحة، سعد صباحك. نهيل خوري، سعد صباحك. فريدة يعقوب، صباح الخير. لجميع المتابعين يعني احنا بنفرح قد ما بتعملوا شير كمان عشان يزيد المتابعات. مش الكل بيكون بهالوقت امام الشاشه يعني، نعم. احيانا بالشغل فالموبايل بحل المشكله، نعم. بيكون دائما الموبايل جاهز ل جميع هذه التقنيات. عوده لحضرتك مسير، اسف قاطعناك كثير، بس عشان ما تزهقي وما تتعبي الساعه طويله فنحاول نريحك شويه. لا بالعكس، مداخلاتكم هي كمان غنى. الله يخليك يا رب. كنا بنحكي عن الابتداء وعن هاي المرحله. نعم، وصلنا عند انه بعد ما هاي المرافقه وبعد هاي المتابعه بالحياه العمليه للشخص من قبل مسؤوله الدعوات او من قبل الرهبات الموجودين في الرعايه، وبعد ما اكون اتمم الدراسه اقلها يكون لسنه التوجيهي، ممكن كمان بعد السنه الجامعيه، عندنا برهبنتنا بيقدم اوراقه للدخول للضفه لمنطقه بيت حنينه اللي بيكون فيها دار الابتداء. سنوات الابتداء هم 3 سنوات القانونيه في الرهبنه. السنه الاولى هي سنه الطلب. بهاي المرحله بيكون لسه عم بيتعلم بدايه الشخص المدعو او الرهبه المكرسه اللي داخله على الحياه الرهبانيه، بدايه عن الاشياء الاساسيه في الرهبنه، عن الحياه المكرسه، والطبيعي يكون اشياء اساسيه في الحياه الروحيه اللي بدها تباشر فيها. هاي السنه الاولى اللي ما بتكون فيها القيد الكامل، الوجود الدائم في الدير او ممكن اللبس المحدد. باخر هاي السنه الطلب بيكون في عندنا لبس الايقونه، لبس الايقونه اللي هي بتكون خلص اخر اقلها تكون اخر 3 اشهر من الدخول لسنوات الابتداء الرسميه السنتين اللي هم الكنسيه والعمليه. بعد اتمام سنه الطلب والتاكد انه هاي الفتاه تصلح وترغب بصدق انه تتمم والدخول في الحياه المكرسه، بتبدا السنه الاولى من الابتداء اللي هي السنه الكنسيه. هاي السنه بتكون سنه كامله في داخل الدير، بيكون طبعا مكثف فيها الدراسه، بتكون التربيه والتنشئه في الرهبنه على اكثر من صعيد. اولا الصعيد الروحي والصعيد الديني، فالدراسات الدينيه والبعد الروحي. بيكون في على الصعيد الرهباني بنتعلم اكثر عن قوانين الرهبنه، عن حياه الرهبنه، عن رساله الرهبنه، شو الرساله اللي بتقدمها، وطبعا من ناحيه انسانيه ومن ناحيه مجتمعيه ومن ناحيه نفسيه، لانه احنا بالاخر مرسلات في المجتمع. عفوا مسير ما بدي اقاطعك، بس النقطه هاي حساسه، السنه اللي بالدير كامله ما بتطلع على جامعه ولا اي محل، ولا بس بالدير سنه كامله؟ فقط بالدير. الدراسات الجامعيه والدراسات بتتم داخل الدير. نعم. بعد هاي السنة بتكون أتممت هاي السنة. طبعا بالسنة العملية بيكون لبس الفتاة هو التوب الرهباني والإفوال الأبيض بدون المسبحة الوردية. بعد السنة الابتداء السنة الكنسية بيجي السنة الثانية اللي هي السنة العملية. طبعا بتتابع الدراسات، بتتابع التعمق أكثر في الحياة الروحية وفي الحياة الدينية بشكل أكثر، زائد إضافة بتكون في خبرة عملية. فبهاي السنة بتطلع الفتاة أو المكرسة بالابتداء على الأديرة الموجودة حتى تقوم برسالة عملية مع الرهبات، مساعدة الرهبات، وبيكون في متابعة من قبل الرهبات اللي بتكون معهم في الرسالة العملية. هون عشان تشوف أكثر رسالة الرهبنة الوردية في خضم الرعاية وفي خضم الحقل الرسولي. بعد 3 سنوات اللي هم سنة الطلب والسنة الابتداء الكنسية والسنة الابتداء العملية، بيكون طبعا زي ما حكيت بيكون تنشأ بشكل أساسي في المجالات الروحية، في المجالات الدينية، في المجال الرهباني وفي المجال الرسولي. بيكون في عنا نذور الرهبانية، النذور اللي هم 3، الفقر والعفة والطاعة. بيتم احتفال النذور في رهبنة الوردية ب 15/8 بعيد مريم العذراء، بعيد الانتقال.
بعد هاي النذور طبعا بحب انوه على إشي لانه دائما بنطرح هذا السؤال، انه انتم بتنذروا نذر اول والنذر الثاني والنذر الثالث على فترات؟ لا، احنا بننذر الثلاث نذور مره واحده بيوم النذور ب 15/8، وهنا بيكون في تجديد للنذور، فاحنا بننذرهم لمده سنه واحده، وهون احنا بنسميها النذور المؤقته. مؤقت. فاحنا ب 15/8 بننذر النذور الاولى، فالاولى مش لانه بس واحد، الاولى لانها لاول مره. بالضبط. بننذر الثلاث نذور، الفقر والعفه والطاعه، وبيتم تعيين الراهبه في الارساليات. فبيدعم بتكمل بسموه شيء التنشئه المستمره، بتكمل التنشئه في بدل ما تكون بالابتداء بتكون بخضم الرساله، ولكن دائما في متابعه مستمره بالتنشئه المستمره، وبيصير في تجديد لهاي النذور على مده 6 سنوات. في كل سنه ب 15/8 بنجدد النذور كمان لمده سنه. شو الفائده من هاي المرحله؟ علشان يكون في تاكيد كامل من هاي الفتاه بعد ما اتممت 3 سنوات التحضير وسنوات الابتداء في خضم الدراسه، بيكون اكثر عم بتشوف الحياه الرسوليه في خضم المجتمع، في خضم الاكليروس ومنطاق العملي، فبيكون في تاكيد هل هي تقدر انها تتابع ولسه في الرغبه الموجوده بعد ما شافت الرساله انها تكمل بهاي الرساله او لا. فبيكون مع التنشئه المستمره ومع المتابعه ومع المرافقه ومع الرساله اللي هي عم بتشوفها بتجدد السنوات السته. بعد ذلك بعد 6 سنوات بيكون في عنا النذور الدائمه اللي هي نفس النذور الفقر والعفه والطاعه، ولكن تنذرهم بشكل دائم ابدي في الرهبنه، وبتقدم حياتها بشكل كامل وأبدي لربنا ولخدمة الكنيسة في خضم الرسالة في الرهبنة، في رهبنة الوردية. نعم. أو في الرهبنة اللي هي عم بتندر فيها. نعم. مسير في موضوع يعني في جدل كثير وفي لغط كثير وفي حكي كثير بخصوص الندور الثلاثة، موضوع الفقر. هلا إذا أنا بخدم بقرية نائية والوضع تعبان فيها، فبدي أتأقلم مع الجو اللي فيها. إذا الراهبة بتخدم بعمان مثلا في مدرسة يعني مستواها الطلاب اللي فيها وليه، يعني بدها تكون يعني أشياء أساسية بتقشف، ولكن يعني بدي يكون في سيارة بالمركز، بدي يكون في الأشياء المواكبة الأساسية، فالناس بتطلعوا بيقولوا يعني طب أنتوا بتنذروا الفقر وإحنا بنعيشه، الناس الفقراء، الناس اللي مش قادرين الحياة، قلنا طب كمان إحنا في مجتمع بدنا نكون بصورة لائقة، يعني بدي يكون أكلنا وشربنا موفر، الأشياء الأساسية، مواصلاتنا، تنقلاتنا. الفقر بنوضح هو عمليه التقشف، مش هو الفقر بمعنى انه الواحد يعيش بدير ما في اثاث او لا يعيش بمحل ما في سياره او ما بدنا نلبس ونكون بصحه جيد بغذاء مناسب. فالناس دائما بيشوفوا، بسمعها كثير من الناس، وانا من الناس اللي بحب كثير اصغي، يعني ما عندي مشكله اقعد ساعتين عند بيت مسنين اسمع الناس، فحكي الناس بالرعايه وبالهيك بيشوفوا انه احنا عايشين عيشه يعني احسن من العيشه اللي بيعيشوها الناس. فايش بتحكي عن موضوع الفقر والتقشف؟ شو الفرق بينهم يعني؟ تمام. طبعا الموضوع زي ما حضرتك حكيت هو مطروح، ومهم انه نوضحه انه الحياه الرهبانيه هي زي ما حكيت في البدايه هي تشبه بالمسيح الفقير. فإحنا مننذر الفقر مش من أجل الفقر بحد ذاته، وإنما هو تشبه ببساطة المسيح اللي هو الغني الإله، ولكن اتضع وأخذ صورة البشر وكان الإنسان الفقير اللي عايش بين الناس. فنفس الشيء إحنا زي ما حكيت حسب المجتمع، يعني ما بقدر أروح على مجتمع يكون فيه المجتمع بسيط وأنا أكون أغنى منهم، بدي أكون ببساطة هذا المجتمع، بفقر هذا المجتمع. بنفس الوقت لما أكون أنا بمجتمع غني وبمنطقة غنية ما بقدر أكون أقل من المستوى. فإحنا بيكون في الحاجات الأساسية اللي هي بتلبي الدعوة، اللي هي بتلبي رسالتنا اللي إحنا بنقوم فيها، بتسهل إنه نوصل كلمة الله، بتوصل البشارة بطريقة سهلة. ولكن كل هاي الممتلكات هي مش ممتلكات خاصة، هي ممتلكات للدير، هي أشياء أساسية موجودة حتى إحنا نوصل فيها الرسالة، ولكن مش باسمي الشخصي ولا بممتلكات الخاصة، هي متاحة للجميع وللجميع من أجل القيام برسالة. فبالآخر هي كل الأشياء المتاحة أو المتوفرة من أجل نلبي رسالة، من أجل أنه يكون زي ما حكيت الأشياء الأساسية لنوصل لهذا الناس، لنحكي مع هذا الناس بالمستوى اللي الناس عم تتواصل فيه معنا. فإحنا هاي الأشياء هي وسيلة
من أجل إحنا نوصل رسالة وليست غاية، مش الهدف منها. إذا كانت متوفرة ممتاز، وإذا ما كانت متوفرة هي مش آخر مطمع أو آخر هدف إحنا بنوصل لإله. هي وسيلة، نعم، إنما هي وسيلة حتى نوصل فيها الرسالة، حتى تساعدنا لنكون أقرب لهدول الناس. وطبعا إحنا منعيش بالمجتمع المتوفر والموجود، يعني أنا ما بكون بأغلى من الناس، ولكن أنا بكون بطبقة متواسية بسيطة مع اللي عم بيعيشه الناس، حتى أقدر أوصل له، حتى أقدر ألبيه. بالضبط. شباب إذا بتجهزون الاتصال مع أبو نابولوس في هذه الأثناء مسير، ممكن إيش هو القانون اليومي؟ يعني إيش المتطلبات الصلوات من الراهب وهي بالدير، خصوصا أنه أنتوا أغلبكم عندهم مدارس فبدهم يطلعوا، فعندهم مش كثير وقت، يعني في أغلب الوقت 8-9 ساعات يمكن بالمدارس، فكيف بترتبوا الوقت وشو هو الإشي اللي لازم ينعمل؟ تمام. الاتصال جاهز؟ طيب، لعد مسير حضر الفكرة. تمام. قدس الأرشمندرية بولس جورج حداد، مسؤول الدعوات في أبرشية الروم الملكيين الكاثوليك، صباحك نور أبتي. صباح الخيرات أبونا جورج، يعطيك ألف عافية أنت وضيفتك العزيزة الراهبة الجديدة هنادي جوري. صباح الخيرات. الله يخليك. صباحك أبونا. جديدة بمعنى ما متجددة مع يسوع. نعم. أنت كنا نضلنا جداد إن شاء الله يا رب. طبعا طبعا، جديدة بالروح يعني. آمين. انسكب من جديد، مش هيك؟ بالضبط. آمين يا أبونا. أبونا، حضرتك مسؤول الدعوات وبترافق الشباب خصوصا الإكليريكيين اللي على مقاعد الدراسة، والشباب الشمامسة اللي خلصوا وبتجهزوا للرسامات، وجت انقطاع العالم عن التواصل الوجاهي بسبب الوباء وهيك، هل عودتم اللقاءات؟ نعم، احنا يعني نلتقي حتى في الوباء، كنا نلتقي بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. لقاءات تقريبا شهرية أو أحيانا شهر ونص، نلتقي دائما مع بعض مع الشمامسة اللي هم عددهم 9 شمامسة ما شاء الله. بعض منهم متجوز بينتظر انقضاء الفترة لحتى الرسامة، وبعض منهم ما بده يتزوج قريبا في رسامات، واثنين منهم ارتسموا شمامسة إنجيليين يعني هلأ مؤخرا، يعني من حوالي شهر وأقل من شهر 2 منهم صاروا شمامسة إنجيليين يعني. نعم. وواحد بس اللي عم بتابع هلأ في لبنان. نعم. دراسة، والباقي كلهم تقريبا يعني مخلصين، واثنين منهم راح يكونوا شمامسة إنجيليين دائمين، راح يكونوا إن شاء الله. نعم. أبونا، بالرعاية اليوم إحنا كيف ككهنة مثلا كمكرسين، إحنا كيف اليوم بعظاتنا باحتفالاتنا كيف ممكن نجذب هالشباب إنهم يكتشفوا، يعني ممكن نقول مثلا المخيمات بيئة حاضنة لاكتشاف الدعوات، أو إيش الأشياء الممكن عمليا نعملها تنقدر نطلع دعوات نكتشفها؟ طبعا هو هذا يعني بتخص الشخص نفسه، إنه زي ما حكيتوا في بداية برنامجكم، دعوة لقاء مع الرب، وهاللقاء بعدين حميم بيكون بينه وبين ربنا، وبلاحظ الخوري أو الراهبة في الرعية يعني بتلاحظ إنه فلان في عنده هالحب هذا لتلبية نداء ربنا. وأكيد في منهم كتير بطلبوا هذا الإشي، إنه كيف بدي أصير خوري أو راهبي أو إشي، فبصير هون دور الخوري إنه يوجه وين صاير هو، وين بأي مراحل علمية، بأي مراحل روحية، من خلال أكيد الشبيبة واللقاءات الشبيبة والكنيسة والرعية وزيارات الرعية، يعني من خلال تواصله، خلينا نحكي الخوري أو الراهبة مع الرعية، التواصل بوجد هالعلامات هذه، لأنه مرات نحن بحاجة إلى قدوة أمامنا، وهالقدوة هذه إذا أحيانا شافها هالشاب أو هالشابة أو هالفتاة،
بيشوفوا أمامهم قدوة حلوة، سواء راهب أو راهبة أو خوري، بيصيروا وعندهم هالنداء فبيمشوا بحسب هذا النداء. وبتخيل بتمشي الأمور، وأحيانا زي ما حكينا يعني الخوري نفسه أو الراهب نفسه بيلاقي عند شخص عنده الروحانية هذه، أو ممكن تيجي من الشخص نفسه يطلب هذا الشيء. وأكيد درجة تاني بعدين بتصير نوصل للمطران وبشوف بشوف الدعوة وتعرف عليه والأسري، ونفس الشيء عند الرهبات يعني بيصير هذا الشيء. وأكيد دائما الكنيسة بحاجة إلى دعوات، كانت رهبانية ولا كهنوتية، لأنه أكيد يعني الله يعمل من خلال الكنيسة، ونحن زي ما بحكي المسيح الحصاد كثير والفعل قليلون. الله يبعث فعله ده حصاده. نعم. نعم. يا ربي. نعم. كثير مبسوطين أبونا، سمعنا صوتك ومداخلتك وتصلينا وتحملنا بصلاتك أنا وحضرة الراهبة. تسلم يا أبونا، شكرا لك على برامجكم الحلوة، وشكرا لك أخت هنادي، وربنا يأخذ بيدكم دائما وتضلوا نور نور سات نور في الله يخليك في يا أبونا بفضلكم وساعدتكم لأن يسعدك أبونا ويبارك حياتك. تسلمي، شكرا شكرا، صباحك شكرا. نور، يعطيك العافية أبونا، صباح الخيرات، شكرا، الله يخليك، يعطيك العافية أبونا. كنا قد توقفنا عند القانون. نعم. تفضل حضرتك متابعة. طبعا الحياة الرهبانية هي أساسها المسيح وللمسيح، فصعب نكمل في رسالة وصعب نكمل في حياة إذا ما كانت مبنية على العلاقة وعلى أساس المسيح. علشان هيك وجود الفروض أو الأوقات الصلاة هي من أساس بالحياة الرهبانية. بدون الصلاة، بدون القراءة التأملية، قراءة الإنجيل، البعد، الزيارات القانونية، الصلاة الشخصية، بدون ما تكون مبنية هاي الحياة الرهبانية والرسولية على هذا الأساس، الرسالة كلها راح تكون باطلة. زي ما بنحكي بالحياة الزوجية، البيت الذي يبنى على الرمل فراح يسقط، أي صعوبة راح يسقط، ولكن أساسنا هو الصخر، هو يسوع المسيح. فلازم وضروري يكون في هاي الوقفات اللي انت حكيت عنها الجماعية في الحياة الأديرة وفي الحياة الرهبانية وفي الأديرة للصلاة. احنا عندنا كل يوم صلاة الصباح مع بعض، طبعا اكيد الأسرار موجودة، فدائما في عندنا القداس اليومي، في عندنا صلاة المسبحة بشكل دائم الصبح والظهر ومساء، خصوصا انه احنا رهبنتنا رهبنة الوردية هي من الكاريزما تبعتها هي مسبحة الوردية. فكل يوم في عنا صلاة الفرض الإلهي، القداس اليومي، التأمل اليومي، وصلاة المسبحة الصباحي بشكل جماعي مع الرهبات قبل ما ينطلقوا لرسالتهم وقبل ما ينطلقوا في المدارس أو في الرعاية أو في العمل اللي هن عم بيقوموا فيه. بعدين خلال النهار زي ما حكيت حضرتك أنه بيكون في خضم الرسالة، لأنه إحنا رهبنتنا رسولية فطبيعي فيكون متابعة للرسالة. بعد الرسالة بيكون في عنا كمان وقفة مسائية مع بعض بصلاة الفرض المسائي وصلاة زيارة القربان، صلاة التوبة وصلاة المسبحة المسائية. وأكيد في كمان بشكل شخصي في وقفات صلوات اللي هي صلاة النهوض من النوم، صلاة قبل النوم، وصلاة الظهر. هدول بيكون وقفات الشخصية. طبعا في دائما بشكل مستمر القراءة الشخصية، القراءة الروحية، القراءة للكتاب المقدس، والقراءة التثقيفية اللي هي بتقوي فيها الراهبة ثقافتها، بتقوي فيها علاقتها مع ربنا. لأنه برجع بحكي، بدون هاي الوقفة، بدون هذا البنزين والغذاء الروحي اللي بتستمد منه الراهبة طاقتها، نعم، علشان تقدر تطلع تأمل هاي الرسالة. لأنه زي ما كمان حكى الأبونا، الرهبنة هي شهادة، فأنا ما بقدر أطلع بإشي أشهد بإشي أنا مش عايشيته، فاقد الشيء لا يعطيه. فلازم نغتني من المسيح، نغتني من هذه اللقاءات عشان نقدر نطلع على المجتمع وعلى رسالتنا، نوصل للعالم قديش هم مشتاقين انه يشوفوا المسيح اكثر ما انه يسمعوا عنه. فلازم احنا نمتلي من هذا الحضور عشان لما نطلع على مجتمعاتنا نقدر نوصل للناس هذا الفرح، هذا الحضور، الغنى اللي الله عم بيحطه فينا يحطه في الاخرين، ونشهد له بشهادتنا اكثر من هو بكلامنا وبرسالتنا. صحيح.
جميل جميل مسير. في سؤال بخطر في بالي هلا، في رئيسة عامة اللي هي السير الصوفي حتى مؤخرا بنصبح عليها، هي أخت عزيزي وفاضلة علينا، عزيزي جدا علينا لأن خدمت مع حضرتها فترة طويلة. وفي الأسقف المحلي يعني رهبنة الوردية بشكل طقس أو قدا كل شيء للأسقف اللاتيني يعني تتبع للكنيسة المحلية. نعم. هلا في سلطة قانونية للأسقف المحلي ولا هي بس معنوية؟ لا طبعا، إحنا رهبنة حبرية تابعة للحبر الأعظم وكاثوليكية زي ما حضرتك تفضلت. أكيد في عنا السلطة الرهبانية، الرئيس العامة ورئيسات الأديرة، وطبعا تابعين للأسقف المحلي والأسقف البطريركي بقوانيننا، وبيكون في طبعا بين الرئيس العامة وبين الأسقف أكيد في مشاورات، وفي بأشياء اللي بتخص الرهبنة ولخير الكنيسة في قرارات بتم مشاور وبتم الاتفاق بيناتهم. بما يخص أمور الرهبنة فقط بيكون المسؤول عنها بشكل مباشر الرئيس العامة والمجلس. نعم. بعيدا عن المواضيع القانونية والمواضيع الرهبانية، بحب نسلط الضوء كمان مع حضرتك على عظة قداسة البابا يوم الأحد وعلى إعلانه أنه بداية العمل والتنسيق لأجل السينودوس العمومي اللي راح يقعد بعد سنتين، وطلب من الجميع المشاركة في تقديم أوراق النقاش والقضايا اللي بنحس إحنا اليوم بخدمتنا إنها عم بتبعد الناس وخصوصا الشباب. يعني بنفوت على أغلب كنايسنا يعني بنشوف الحضور الكبار بالسن هم الأكثر تواجدا، وهلأ مع انتشار الوباء وهيك خف كل الحضور الكنسي الوجاهي، يعني الكل خشية يعني من انتشار الوباء وهيك. الحمد لله الأمور هلأ استقرت يعني، ولكن بنحب نسلط الضوء على ما وعظ في قداسة البابا. هاي الشركة لأجل إيصال هاي القضايا كلياتها، اللي اليوم في ناس كثير من العلمانيين ابتعدوا عن الكنيسة بسبب أنه الكنيسة حازمة بقوانينها تجاه خصوصا قضايا الزواج والطلاق، المتغيرات الجديدة اللي بتصير بالمجتمعات، وبنشوف الأمراض لبعض الأشخاص اللي بتشوه المنطق البشري اللي احنا متعودين عليه بين الرجل والمرأة، بين تكوين العائلة من ذكر وأنثى وأطفال. اليوم نشوف تشوهات الحكومات ببعض الدول الأوروبية عم بتشرعها، والكنيسة واقفة نظرة المتأمل بهل بيصير على الأحداث. وقداسة البابا دائما بيفتح الموضوع أنه يعني بمعنى هذول الأشخاص يعني هم يعانوا في النهاية، هذا في مرض بالموضوع، فإحنا كيف نصلي لهالأشخاص؟ وهل اليوم السؤال بيضل انه هل مسموح للناس اللي مختلفين الجندرية بسموها باللغة العربية الاختلاف، اليوم بقديش مسموح لهم يفوتوا الكنائس ياخذوا الاسرار؟ طبعا بالوقت الراهن في صعوبات جدا انه وجودهم مع الجماعة، البابا بيصلي دائما عشانهم، واعتقد انه راح نوصل هاي القضايا كلها راح تكون على طاولة السينودوس الاساقف القادم. مشاكل كثير برسامات النساء اللي بنشوفهم عند بعض الطوائف اللي مش كاثوليكية، في كثير قضايا عالقة. بس البعد اللي تأمل فيه البابا وربط ما بين الأحداث هو كان البعد الإنساني، أن الله مصغي، ولما بلقاء الشاب الغني هو أخذ الموعد أصغى وميز أنه هذا الشخص دعوته ناقصة وحط النقاط على الحروف. فيريد البابا بتطلعاته وتأملاته من هذا السينودوس أن يضع النقاط على الحروف في بعض القضايا بتوضيحها أكثر. يعني يسوع أصغى له ثم أعطاه التقييم المناسب للوضع بحالته. فهالسينودوس قديش إحنا نقدر نوصل المشاكل والقضايا اللي عنا اللي بيعانوها الناس اللي شوي وضعهم المادي ما بيسمح بمدارسنا، قاعدين هم بيتجهوا للمدارس الحكومية، بالتالي ما بياخذوا التعليم المسيحي. ممكن بعض الكنائس عملت مبادرات شخصية بتعمل لهم لهدول الطلاب تعليم مسيحي. في قضايا المصير هنادي اليوم لو
واقفه قدام قداسه البابا، بطلب منها تحكي عن السينودس، ايش تطلعاتك، من ايش بتنتظري من هاي المؤتمره. مصمم قداسه البابا انه هذا قبل هاي الجمعيه العموميه صار في 14 سينودس اساقفه، بحكي ما راح يكون هذا السينودس زي باقي السينودسات يعني، وبسميها الكلمه المغامره بالسير معا، المغامره تحمل المفاجآت. البابا متوقع منا نفاجئه بقضايا بنطرحها، راح ينطلب من كل كنيسه منسق، من كل عائله كنسيه بنحط منسق يرفع تقارير ويرفع تطلعات ايش احنا بنقترح على السينودوس. راح ينجمع من كل الكره الارضيه، من كل العالم الكاثوليكي، ويتقدم لنشوف الكنيسه الكاثوليكيه اليوم أخذوا العالم العلماني اللي ابتعدوا عنها وهجروا كنيستهم أنها كنيسة راديكالية، أنها كنيسة محافظة على العقائد بمعنى حفاظها على الإنجيل وعلى تعاليم الرسل. الحقيقة المطلقة في شخص يسوع المسيح بالنسبة لنا إحنا كالمسيحي، هو الثابت الذي لا يتبدل من خلال الكتاب المقدس. شو بتفكروا بالسينودس ممكن حضرتك توصلي؟ طبعاً أكيد المسيح لما الجماهير كانت تصرخ، ولما كان ابن داود عم اللي على جانب الطريق الأعمى لما كان عم يصرخ روح ماك يا ابن داود، احنا اكيد نتأمل انه الكنيسة وهي مسؤوليتنا نرفع كل صرخات الشعب، كل حاجاتهم، نتطلع على مجتمعاتنا، مشاكل مجتمعاتنا، تحديات مجتمعاتنا اختلفت، فاحنا عم نقدم كل هاي التحديات، كل هاي الصعوبات، كل المشاكل، كل حاجات المجتمع اللي احنا عم نعيش فيه، اللي عم بمرق فيه بالصعوبات، بنقدمه بين ايدين المسيح بالبدايه، وطبعا بين الاساقفه والحبر الاعظم، حتى يكون في عمل الروح باجتماعاتهم بهاي الوقفات اللي هم فيها عم بكرسوها، حتى ننظر نظره انسانيه، نظره رحمه، النظره اللي كان عم بنظرها للمسيح للانسان. المسيح عم بيطلع على الإنسان زي ما حكيت، إحنا عم نطلع بإنسانية على هذا الشخص المخلوق على صورته ومثاله، هو الشخص المحب من المسيح. فإحنا بكنيستنا ما بنحكي لحدا لا، بالعكس إحنا بنحترم الكل ومنحب الكل، بنطلب من الكل يكون في بيت الله، لأنه منه هو اللي رح يستقي كرامته ومحبته اللي بقدر فيها يطلع على المجتمع يواجه كل المجتمع اللي عم بيكون حواليه. فأكيد بيضل هاي المشاكل عالقة، بس بالآخر لما منحطها بين إيدين ربنا بين إعمال الروح القدس باللي عم نصلي لهم ومنصلي للحبر الأعظم وللأساقفة ولكل القائمين على هذا السينودس، حتى ربنا يعطيهم النعمة الروح القدس يقدروا يحلوها بصورة متجددة بنظرة ربنا، يميزوا الحلول اللي بتناسب هدول الأشخاص من أجل خلاص هدول الأشخاص. نعم. مش بس من فقط من أجل حل ولكن من أجل خلاصهم. قداسة البابا واضح وصريح، كفى لا بالعامية نحكيها الكلمة ضبضبة، يعني ما في قضية بتواجهها الكنيسة اليوم راح نخبيها بحكي قداسة البابا. نعم، ما راح نخجل، شيء غير مخجل لأنه واقع في النهاية. إشي في الماضي ما إنا فيه، كل الوصمات اللي صارت في الماضي ما إنا فيها، إحنا أولاد اليوم، إحنا ما بدنا نخجل نحكي إنه في مشكلة، ما بنغطي الشمس بالغرباء، بدنا نوضع يدنا على جرحنا مشان نعرف نداويه، نضمد جراحاتنا. اليوم قداسة البابا طلع هالصرخة إنه ما في شيء بدنا نخبيه بملفات، بدنا نطلع كل المشاكل، وساعدونا جميعا مكرسين وعلمانيين كليرس وشعب مع بعضنا البعض، تشوف في عندكم اقتراحات، بكفي تنتقد الكنيسة وانت قاعد، لا بدك تنتقد قداسة البابا، بقول لك اليوم تفضل اكتب، اجتمعوا، تعالوا، ودولي، ابعتوا. لا يكفي اليوم الانتقاد للكنيسة، ايش اللي مش عاجبك الكنيسة تعالوا احكي، بطل في اليوم تابو الحواجز بين الكاهن وبين الرعية، عم بنتقدونا وعينك عينك زي ما بيحكم، وبالعكس هذا اشي جميل ان نوصل ان ما نخجل ان ننتقد بعض. الانتقاد البناء لاجل اصلاح، مش لاجل بس انت لما بتنتقد وبتضلك قاعد في بيتك ما بتيجي تصلي لانه الابونا 1 2 3، لانه الراهبة عملت بالمدرسة مع بنتي زي هيك، انت هيك ساعدت بانتشار الداء أكثر. هي المواجهة بمحبة، بدون عنف، بدون عصبية، بكل هدوء. أنا انزعجت منك من هالمشكلة، هاي في مشكلة، هاي هيك بتنحل مع العائلة الصغيرة والعائلة الكبيرة اللي هي الرعية. بتخيل هون أبونا كمان المسؤولية علينا كأكليروس بالحياة الرهبانية أو في السر الكهنوت، قديش نكون قريبين من الناس،
نسمع الناس، نعطي هذا الوقت، نخليهم يعبروا عن اللي هم فيه، ما ننغلق على حالنا. قديش نكون واقعيين وإحنا عم نسمع الناس، نأخذ حاجاتهم، نأخذ صرخاتهم، نأخذ زي ما حكيت اللي هم عم بيعبروا فيه بعين الاعتبار بشكل واقعي. وكمان قديش إحنا عم ننقل هاي الصورة، مرات الناس اللي عم بيطلعوا فيه بيكون معكوس من صورة مشوهة يمكن شافوها، وهذا كمان حقهم. فقديش إحنا علينا المسؤولية نعكس هاي الصورة الصحيحة، وقديش بنفس الوقت بنكون قادرين نصغي ونسمع، نوصل للناس، نكون فعليا قادرين نوصل لهدول الأشخاص عشان نفتح لهم المجال إنهم يعبروا، نفتح لهم مجال إنهم يحكوا، نفتح لهم مجال إنهم يتطلعوا. مرات الانغلاقات عم بتكون هي السبب انه احنا ما عم نقدر نوصل لهدول الاشخاص، او عم بتكون سبب انه احنا عم ننغلق فمش قادرين نتجدد ومش قادرين نشوف النظره الجديده. فهي كمان قديش بتعود علينا المسؤوليه انه احنا نكون بناتهم ولاجلهم، ما نكون اعلى منهم، بالعكس نكون لالهم حتى نصغي لالهم، حتى نجيبهم لالنا يقدروا يعبروا لنا بكل اريحيه بكل بساطه وبكل واقعيه، لانه حتى ما نكون الحق على طرف واحد والطرف الثاني هو فقط الغلط، لا، احنا بدنا نكون واقعيين كمان، نعرف نحط النقاط على الحروف عشان لما نوصل هاي الرساله وبنفس الوقت هم يقدروا يشوفوا الطريقه الصح. وما بدنا ننسى انه كمان عمل ربنا مش محدود في اشخاص، عمل ربنا هو اكبر من الجميع، فنحملهم بصلاتنا، نحملهم بكل الصلوات اللي احنا بنقدمها، بقداديسنا، بمسابحنا، حتى كمان ربنا يقدر يساعدنا ويساعد الإكليروس، يساعد العلمانيين، يساعد الكنيسة، حتى تكون هي فعليا الرسالة، الشمعة المضاءة في هذا المجتمع، لنكون كمان رسالة للآخرين. فبنحملهم بصلاتنا، نكون حاضرين معهم، نقدر نسمعهم، ونقدر ننقل صوتهم، ونقدر إحنا بشهادتنا نلبي لهم اللي هن يمكن مش قادرين يشوفوه أو مش قادرين يحبوه، أو إحنا بمحبتنا لإلهم بنكون قادرين إنه نورجيهم صورة الله المحب. مرات فقد المحبة من بتعاملنا هو اللي بيسبب هاي الصرخة وبيسبب هذا الخلل. قديش إحنا قادرين نحب الأشخاص، قديش إحنا قادرين نوصل للشخص ونورجي إنه هو محبوب من الله، عشان يقدر هذا الشخص يكون فعلياً رسالة أو يقدر يعبر عن يمكن ضعفه أو نقصه، أو زي ما أجا الشاب الغني عم بيحكي له في واحدة تنقصك. لما بنقدر نحكي إنه هذا الشخص في إشي بنقصه لازم نحكيها بمحبة عشان يقدر يعبر عن هذا الإشي، ونقدر إحنا نقدمه لله اللي هو بيشفي كل جراحاتنا واللي هو قادر يعطي الحب للجميع. أمين. يعني مسير بتخيل الشخص المتواضع هو الشخص اللي عنده إمكانية إنه ينحني يصعد الآخر اللي هو شايفه أقل من مستوى سواء الثقافي أو أي ديني أو أي شيء، ينحني يتواضع، ينحني يحط إيده معه ويشيله معه ويطلعه معه للمستوى. يعني دخول جمل من ثقب الإبرة، ثقب الإبرة هي البوابة الوسط اللي جوا باب الكبير، لأن كانت المدن الكبرى زي دمشق والقدس وهيك بعد غياب الشمس يغلقوا البوابة الكبيرة، فبتضلها ثقب الإبرة البوابة اللي جوا البوابة، فلما بتيجي قافلة الجمال ما بتقدر تفوت في محمل من الباب الضيق إلا ينخ الجمل، يعني يركع وينزل شوي يدفشوا يفوتوا من الباب الضيق هاي القافلة اللي بتتأخر. فيعني يسوع لما قال دخول الجمل من ثقب الإبرة، لأنه الجمل محمل بالجواهر بالبضائع بالهيكة، فبدك يا الغني المستغني بماله عن الله والناس، مش الغني اللي معه مصاري أو مشكلة الغني اللي كان بفكر يوسع أهراءه وقال له يا جاهل اليوم بدك بالضبط، هي أنه فكر بأنانية، فكر كيف ما فكر بالحوالي، هي البعد عن الله والناس، هاي بصير الأنانية أكثر من أنها أمور المادية فقط. ف يعني تأمل بسيط في هذا الموضوع بيعطينا هذا التخلي، هذا التخلي تقدر الإنسان هو يصعد لربنا بكل محبة. كثير سعدنا بهذا اللقاء الزخم حقيقة، يعني ما شاء الله عليك، يعني إلي كاهن سنين طويلة، يعني بس تفاجأت في معلومات جديدة أول مرة بسمعها يعني من حضرتك. في النهاية مسير بآخر دقيقة توجهي رسالة لهالصبايا اللي عم بسمعوك، يعني بشوفوا راهبي حلوة وراهبي كلامها حلو، زي ما تفضلتي مش اللي تعبان من هالدنيا بروح بصير خوري ولا بصير راهبي، بالعكس ناخذ أحسن ناس احنا. طبعا ربنا بده الأفضل. آمين يا رب. بالنهاية أول إشي بشجع الكل كأهالي وكأبناء إنه يخوضوا بهاي مغامرة الحب مع ربنا،
يمكن أنا دعوتي كان فيها كمان تشجيع من أهلي، زي ما بداية حكيت إنه هذا البيت المصلي، ما أجمل البيت المصلي اللي دائما بدعموا بعض في الصلاة، وجود المسبحة في هذا البيت بشكل عائلي من الأشياء اللي بتدعم عائلاتنا، بتدعم الأب والأم برسالتهم، تدعم الأبناء حتى يكون ما يشجعوهم من أجل إنه ينطلقوا لهاي الرسالة. زي ما كمان تفضل الأبونا وحكى إنه إحنا الحصاد كثير أما العمل قليلون، ف قديش عم نعكس هاي الشهادة بعلاقتنا الحميمة مع الله. علمنا بحاجة لحب، علمنا بحاجة لأشخاص عم بيعيشوا هذا الحب مع الله. فأنا بشجع الكل فعلياً إنه ما يسكت هذا النداء، ما يخاف من صوت الله، صوت الله وحضور الله. زي ما حكى أنا الوديع المتواضع القلب، احملوا نيري خفيف وقلبي وضيع متواضع. فقديش إحنا بنكون عنا هاي الشجاعة، قديش بكون عنا هاي المغامرة مع ربنا لندخل بهاي المغامرة الحب. قديش إحنا مشجع أبنائنا لينطلقوا، ما يخافوا إنهم يلبوا نداء ربنا. وبالآخر هذا النداء وهاي التجربة وهاي المغامرة رح تتكلل، زي ما حكى المسيح، من ترك أبا وأما وأخوة من أجلي فينال 100 ضعف من الأب والأمهات والإخوة مع الاضطهادات الحياة الأبدية. فما نخاف إنه من عائلاتنا ومن أهالينا ومن أبنائنا إنه إحنا نلبي هاي الدعوة. صحيح فيها دعوة تخلي، ولكن التخلي من أجل الغنى الأعظم اللي بربح المسيح واللي باخذ المسيح هو غنى أعظم في هذه الحياة وفي الحياة الأبدية. أمين. فأكيد أمين برفع صلاتي من أجل الجميع، من أجل الدعوات في الحياة الرهبانية والحياة المكرسة، حتى فعليا ما يخافوا من نداء ربنا، من محبة ربنا. وبصلي من أجل جميع المكرسين حتى فعليا يكونوا شهادة حب وشهادة حية للمسيح الحي اللي بيعيش جواتنا، ويكون نور لكل شخص بيلتقي. آمين. هي في النهاية دعوة إلى الحب، رسالة التكريس وتلبية الدعوة هي تلبية دعوة الحب، لأنه يسوع سكب فينا نعمة الروح القدسية، سكب نعمة المحبة. الوقت قارب على الانتهاء أعزائي المشاهدين، نلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله في نفس الموعد، كونوا معنا دائما. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس مع جميعكم. ذهبوا بسلام المسيح. آمين. أعجوبة ليلي لوميير مستمرة، مستمرة فيكم، مستمرة إلكم ولولادكم من بعدكم، ولولاد ولادكم وللجيل اللي بعد ولاد ولادكم من بعد. لما تكون تعبان بهمك عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك، نور ساتي ليل ومير، نور ساتي ليل ومير، نور ساتي ليل ومير، نور ساتي ترنم صلواتي ليل ومير، محبة وخير.